بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى الهداة الميامين من أهل البيت الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أبارك لكم إخواني الأعزاء ولادة الأنوار الطاهرة في هذا الشهر الفضيل، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يسر ببركات هذا الشهر، وممن يرحم بعطايا الله جل وعلا فيه. واحدة من الأمور التي تستجلب النظر وتسترعى الانتباه أن القضية الحسينية اجتاحت الأوساط الشيعية بكافة مستوياتها، بكافة طبقاتها، وبكافة شرائحها، وفي كل البلدان، بحيث يمكن للإنسان أن يرى أثر الحسين عليه السلام في عقول الناس، في وجدان الناس، في أحاسيسهم وفي أفعالهم. ولذلك يلحظ هنا أن هذه القضية تتفجر سنة من بعد أخرى بالشكل الذي تجتاح المزيد، وهي لما تزل تتقدم، رغم أنها عانت طوال مسار التشيع، عانت الأمرين من محاولات الأنظمة القمعية في منع وجودها، ولكن مع كل هذه المحاولات نلاحظ في كل سنة ازدياداً في الأعداد، ازدياداً في طبيعة الممارسات، وازدياداً في الاندفاع بتحمل مسؤولية القضية الحسينية عند الحسينيين. لكن في المقابل، مع أن العلاقة لصيقة جداً ما بين القضية المهدوية والقضية الحسينية، إلا أننا نلاحظ أن القضية المهدوية لا زالت في الأعم الأغلب تعيش في العقول أكثر مما تعيش في القلوب، ولو نزلت إلى العقول فهي من النادر أن تنزل إلى حالة الأعمال والممارسات وما إلى ذلك، مع أنه في منهج أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم وفي طبيعة مسار الأمور لا نعلم ثائراً للحسين عليه السلام يأخذ بثائر الحسين إلا الإمام المنتظر روحي وأرواح العالمين له الفداء، بالشكل الذي يمكن لنا أن نقول بأن العلاقة ما بين القضية الحسينية وما بين القضية المهدوية علاقة موضوعية وعلاقة لصيقة بشكل كبير جدا، بحيث لا يمكن التفكيك ما بين القضيتين، لا تستطيع أن تنظر إلى الحسين إلا من خلال وجود الثائر للحسين، ولا يوجد ثائر للحسين إلا الإمام صلوات الله وسلامه عليه، مما يعني أنه هذا التلازم ما بين القضيتين لابد من أن يثير انتباهنا في لماذا تحركت الأولى وتأخرت الثانية في ممارسات الأمة، في سلوكيات الأمة، بل حتى في عواطف الكثير من أبناء هذه الأمة. هذا من جانب. طبعا يجعلنا هذا الأمر بحاجة إلى تفسير، ولو تمكننا من إيجاد التفسير لا شك ولا ريب أننا مدعوون لعمل من شأنه أن يحقق هذا الانسجام ما بين القضيتين. لو نظرنا بعين الدقة إلى منهج الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم
في عموم القضية المهدوية، ما الذي سنجد في هذا المجال؟ سنجد أن المعضلة ليست في المنتظر بأبي وأمي، ويمكن القول مع قليل من التنبيه إلى أن المشكلة ليست في مشروع الانتظار، باعتبار عند الكثير ربما لم تصل انتباهاتهم إلى أن مشروع الانتظار هو نفسه مشروع الغدير. ربما البعض بعد ما رابط ما بين الاثنين، لكن بشكل عام ما عندنا مشروع إلى الإمام المنتظر روحي وأرواح العالمين له الفداء إلا مشروع الغدير. وهذا المشروع ربط منذ البداية بقصة أساسية، يعني هذه القضية في قوله والله يعصمك من الناس إشارة إلى وجود جبهة مضادة إلى هذا المشروع. وحينما الله سبحانه وتعالى يبلغ عن وجود هذه الجبهة المضادة، إنما يريد أعوانا لكي يقفوا ضد هذه الجبهة المضادة. ولذلك حينما يقول كما ينقل سليم ابن قيس رحمة الله عليه في كتابه السقيفة، حينما ينقل عن رسول الله قوله لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بما مؤداه: يا علي، ستغدر بك الأمة من بعدي فإن وجدت عليهم أعوانا، بص، وجدت عليهم أعوانا فاصبر، فنابذهم عفوا، ناجزهم، جاهدهم، على حال مختلف الألفاظ يمكن أن تستخدم هنا، فناجزهم وإن لم تجد أعوانا فاصبر ولا تلقي بنفسك إلى التهلكة حتى تجد أعوانا. أوكلت القضية إلى قصة الأعوان، وإلا الإمام حاضر ومشروعه حاضر، التخلف وين؟ النقص وين؟ النقص في الأعوان. من هنا تأتي قصة الجدل في داخل الشيعة في ماذا هو أو ما هو تكليفهم أثناء غيبة الإمام صلوات الله وسلامه عليه. أنا ما أريد أعيد أحاديث سابقة في هذا المجال، لكن مرورا سريعا على السبب الرئيسي اللي شفناه، أنه المشكلة مشكلة الأعوان، وتعلل الغيبة بعدم وجود الأعوان، وإلا لو كان الأعوان حاضرون عند ذلك لن تكون ثمة غيبة. أما وقد فقد الأعوان والنتيجة شنو؟ الجبهة المضادة الذين تحدث عنهم القرآن الكريم بالناس، وصفهم بالناس الذين يقفون ضد مشروع الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، هؤلاء الناس حينما يفتقد الأعوان هؤلاء يتكاثرون، يقتدرون، يمارسون كل ما من شأنه الوقوف أمام جبهة هذا المشروع وأنصار هذا المشروع. جاءت الغيبة من أجل أن تعطي الأمة مهلة زمانية لمعالجة هذا الخلل. الغيبة في جوهرها تعلل بهذه القضية، أن الأمة حينما كان الإمام بأبي وأمي موجودا بين ظهرانيهم لم تكن مستعدة للقيام بمهام حمل المسؤولية المتعلقة بتحقيق مشروع الانتظار. لذلك أعطيت الأمة هذه المدة الزمانية، ويلحظ هنا أن المدة الزمانية التي أعطيت للأمة هي عين المدة التي أعطيت للحسينيين. يعني الحسينيين لم تكن لديهم ممارسات ظاهرة معنونة بشكل كبير أو بعنوانها ظاهرة اجتماعية، إلى زمن الغيبة الكبرى لم يكن لهم مثل هذا الدور، لم يكن للحسينيين إلا ممارسات سرية تحت الأرض
مجالس سرية، زيارات سرية، ما إلى ذلك. هذا الأمر كان هو السمة الغالبة. لكن اللي أريد أستفيده أنه في زمن الغيبة بعد انتهاء الغيبة الصغرى بجيل واحد، يعني هو جيل الشيخ الكليني رحمة الله عليه، بعده مباشرة خرج الناس إلى الشوارع بناء على ما أتاحه البويهيون إلى شيعة أهل البيت في أن يحتفوا بذكرى الإمام الحسين عليه السلام، وأصبحت السيرة الحسينية أحد المشاريع السياسية لبني بويه. في مثل هذا الحال بدأت الممارسات الحسينية تعلو شيئا فشيئا، تتسيد الشارع، رغم المحن اللي تلقاها الحسينيون آنذاك من قبل الحنابلة، من قبل الطائفيين وما إلى ذلك. لكن القدر المتيقن أن التاريخ ينبئنا أن هذه القضية تعاظمت وتعاظمت وتعاظمت حتى أصبحت واحدة من أعظم وأضخم الظواهر الاجتماعية تأثيرا في الكم وفي النوع من أي ظاهرة اجتماعية أخرى في العالم. حتى بالنسبة إلى الهندوس اللي عندهم عادة ظواهر اجتماعية كبيرة، لا يمكن لهم أن يضاهون القضية الحسينية في مظهرها وفي تشكلاتها الاجتماعية اللي اخترقت كل دول العالم الآن. لكن عودا على بدء، لازلنا نشوف أن البدايات رغم أنها واحدة وهي متصلة أيضا في موضوعها، أن الثائر للحسين هو الإمام الثاني عشر صلوات الله وسلامه عليه، لكن بقيت هذه القضية تأخذ مدى أقل بكثير مما أخذته القضية الحسينية. وين السر في هذا المجال؟ أنا أعزوه إلى أن شيعة أهل البيت لم تتفق لحد الآن على سر الغيبة أولاً، لماذا غاب الإمام، وثانياً على الدور الذي يجب أن يلعب في زمن الغيبة. هل أن زمن الغيبة هو رفع للمسؤوليات وتعطيل لهذه المسؤوليات، أم أن الغيبة لها هذه الصفة التي أشرت إليها، هي المهلة الزمانية اللي أعطيت لنا من أجل أن نوجد المكنة والاقتدار وحالة التأهيل الذاتي والتأهيل الاجتماعي فضلا عن بقية الأمور، بحيث نتحمل كقاعدة حاضنة لقضية الإمام، نتحمل مسؤولية تحقيق المشروع. أنا حتى نجي نحلل هذا الاختلاف لابد من أن نشير إلى أن البعض يعتقد أن الإمام المنتظر عليه السلام لم يترك للشيعة إلا وصية أن ينتظروا الفرج، مع الإشارة إلى ضرورة الورع والتقوى وأن يكون الإنسان صالحا وما إلى ذلك، وهذا أمر سليم في أن الإمام ترك مثل هذا. لكن هل هذه هي الوصية الوحيدة في هذا المجال؟ هل هذا هو الخطاب الوحيد في هذا المجال؟ أو أن ثمة خطابات أخرى في هذا البين؟ حتى أوضح، القرآن الكريم وضع الإنسان المتدين في أطر ثلاث، هذه الأطر لا يمكن التفكيك فيما بيناتها، هي واحدة تؤدي إلى الأخرى. يعني حينما يدعوك إلى أن تتقي الله، تارة تتقيه في نفسك وهذا يتعلق بالبعد الذاتي لشخصيتك، وأخرى تتقيه في واقعك الاجتماعي وهذا يتعلق بمسؤوليتك تجاه الجماعة اللي تنتمي إليها أو اللي أنت تكون أو يجب أن تكون معها. عندك أخوان، سأرجعوا إلى الجزء الثاني مثلا من أصول الكافي، وهو من الأجزاء العظيمة في تربية الإنسان وفي تهذيب الإنسان. الجزء الأول يتعلق بالعقائد، أما الجزء الثاني خلاصة التعليمات الأخلاقية والسلوكية لأئمة الهدى لشيعتهم، تجدوها في الجزء الثاني. من ترجع تشوف شقد يتوضع واجبات وحقوق
إلى المؤمنين على المؤمن. هذه الحقوق تفضي إلى أن المؤمن له مسؤولية تجاه الآخرين، لكن هذه المسؤولية هل هي بحدود المؤمنين لو شيء آخر؟ نرجع إلى القرآن ونشوف أنه مرة تحدث عن الإنسان المؤمن بعنوانه إنسانا مؤمنا لوحده بذاته، لكن في نفس الوقت ودعاه إلى التقوى، في نفس الوقت قال له أن له مسؤولية تجاه جماعة المؤمنين اللي يسميها القرآن بحزب الله. ألا إن حزب الله هم الغالبون. ليش سماهم حزب الله؟ لأنهم يحملون صفة التقوى وصفة الإيمان بحيث أصبحت مندكة بهم. دعانا إلى أن ننتمي إلى هذه الجماعة واعتبرها مسؤولية. أنا مثل ما أشرت إليك من أنه حينما تصلي يجب أن تنهاك الصلاة عن الفحشاء والمنكر. ساحة الفحشاء والمنكر وين؟ هي في العلاقة بيننا وبين الآخرين. يعني ما جاء الدين لكي يخاطبني لوحدي ولكي أبقى لوحدي في هذا العالم، وإنما خاطبني لوحدي ولكن من أجل أن أتعامل مع الآخرين. ولذلك عدنا بالفقه، مع أنه الجزء الأول من الأحكام الفقهية عادة يتعلق بالعبادات، لكن الجزء الثاني بيش يتعلق؟ يتعلق بالمعاملات، طبيعة علاقتي مع الآخرين. ولذلك هنا ما دام أكو انتقال من إطار إلى إطار، ما دام أكو إطارين هنا عندي، علي أن أعرف مسؤوليتي فيما يتعلق بالإطار الثاني كما علي أن أتعرف على مسؤوليتي في الإطار الأول. لكن القرآن لا يكتفي بذلك، وإنما ينقل الأمر إلى إطار ثالث ويجعل لي مسؤولية أيضا مع الإطار الثالث. يعني مو مسؤوليتي فقط لذاتي ولا مسؤوليتي أنا وأصحابي، وإنما ثمة مسؤولية علي بعنواني فرد من أمة، علي بعنواني إنسان ضمن جماعة كبيرة. هاي الجماعة تارة هي جماعة تتشابه في المعتقدات، تتشابه في السلوكيات وما إلى ذلك، سماها بحزب الله. وأخرى هي أوسع من هذه الجماعة، لكن قال لنا ولتكن منكم أمة. الأمة اللي هي مجموعة الجماعات اللي يفترض أن نتعامل بها. هذن الأطر الثلاثة. السؤال الأول، هل أن لكل إنسان منا مسؤولية في كل إطار من الأطر؟ لو لا مسؤوليتي روح صلي وصوم وصير خوش آدمي وبعد مالك شغل. طيب هنا وين أخلي من لم يهتم بأمور المسلمين فليس منهم؟ وين أخليها هذه؟ مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر. ساحة النهي عن المنكر مع من؟ مع أبناء من هذه الأمة يعملون المنكرات، يصير لو ما يصير طبيعي. هذا إحنا أمرنا مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن يولى عليكم شراركم ثم تدعون فلا يستجاب لكم. إذن لدينا مسؤولية، عين مسؤولية أن أصلي علي أن أذهب للنهي عن المنكر كما أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. لكن هل القصة بهذا المقدار فحسب؟ يقول لا، وإنما عليكم أن تتجهوا إلى تحقيق الفلاح. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. والفلاح من تريد تفسره بشكل جدي أو من تريد تتوغل به تشوفه هو عين الأمر بانتظار الفرج، يعني أو بتحقيق الفرج. كلام هنا تحقيق الفرج مسؤولية من؟ إحنا الآن الاتجاه السائد تحقيق الفرج مربوط بالإمام، ما مربوط بين. بينما هل الأمر بهذه الطريقة؟ هل بهذه الشاكلة؟ هذا أولا. الأمر الثاني، إحنا شفنا أن المجتمع الذي وعدنا الله جل وعلا به اللي هو مجتمع الوارثين وضع بدايته في أي بيئة؟ في بيئة الاستضعاف.
ونريد أن نمن على من؟ على الذين استضعفوا، ونجعلهم أئمة. الجزاء بعد ذلك يجب المرور بمجتمع الاستضعاف والنجاح في هذا المجتمع. المرور بمجتمع الاستضعاف، ما الذي سيراد منه؟ هل أنه لمجرد وجود الطاغي علينا أن نتحمل وكفى؟ لو أن الاستضعاف قدر لازم علينا، يجب علينا أن نخضع لحالة المستضعفين ونكون دائما من المستضعفين. هل أن هذا الأمر قدر لازم، حتم لازم، لا يمكن له أن يتغير؟ أم أن على الإنسان أن يثابر وأن يعتني، يجتهد في رفع الظلام عن نفسه وعن الآخرين؟ واللي يتعمق في المسائل الفقهية أيضا يجد أن هذه الأمور أيضا يمكن لكثير منها أن تدخل في الأمور الحسبية على أقل التقادير، اللي هذه مناطة بالمؤمنين من دون أن تناط بشيء آخر، بل حتى في بعض الأحيان قد تناط بالفسق نفسهم إذا توقف الأمر على تحقيق مثل هذه الأشياء، أن تصير مضرة. ولذلك يقول بأنه يجب التدخل، حتى لو لم يكن هناك ولاية يجب التدخل لإيقاف هذه المضرة. بس على المؤمنين يقول لا، إذا ماكو مؤمنين وأكو فسق، افترض أنت مار على بيت وهذا البيت جاي يحترق، أنت واجبك الشرعي أن تستأذن حتى تدخل البيت، لكن إذا عفت البيت حتى تستأذن البيت يحترق وينتهي. لذلك على الإنسان أن يبادر من دون الرجوع إلى قضية الإذن، لأنه حفظ مصلحة المسلمين واجب في هذه القضية، أو دفع الضرر عنهم واجب في هذا الموضوع. بناء على ذلك، إذا كانت الغيبة تسبب بها عدم وجود العون، وفي المقابل وجود الظالم ووجود الفاسق والقوى المضادة، إذن واجبنا تجاه الجماعات الثلاثة أو تجاه الأطر الثلاثة عفواً، شلون راح يكون؟ هل هو اتجاه عدم الأبالية، أنا مسؤوليتي أروح أصلي أصوم أحج أزكي أخمس كل إذن أسويهن، بس ما لي شغل، الدنيا شلون صارت وين رايحة كذا، ما لي دخل أنا، مثل ما الكثيرين يفعلون ذلك، وربما حتى يعني يستكثرون على بعض المؤمنين أن يكون عنده اهتمام في الجماعة المؤمنة، عنده اهتمام في الأمة اللي يمكن لها أن تكون حاضنة إلى هذا المشروع المؤمن أو ذاك، ما عنده ليش؟ لأنه عنده هو أمر في أن يصير خوش آدمي، خوش آدميته بهذا المقدار في نظره. بينما علينا أن نرجع إلى الأمور ونحللها بأدق من ذلك، وراح نكتشف أن المسؤولية التي أنيطت بنا في طاعة الله وفي طاعة رسول الله وفي طاعة ولي الأمر، هذه المسؤولية لا تبقينا في إطار واحد، وإنما نتحمل مسؤولية وجودنا تارة كذات، وأخرى كجماعة صالحة، وثالثة كأمة صالحة. يجب أن تبنى الأمة الصالحة، ويجب أن تبنى الجماعة الصالحة، كما أنه يجب أن تبنى الذات. هذه موجود الإمام، ما موجود الإمام عليك أن تبادر إليه، عليك أن تتحمل مسؤوليتك في هذا المجال. السؤال هنا، حينما تكون مسؤوليتنا بهذا الاتجاه، هل توجد معوقات أمامنا؟ توجد عداوات أمامنا؟ توجد عناصر مضادة لا تريدنا أن نتقدم؟ لو لا، إحنا قاعدين بعشب أخضر وبأرض منبسطة والأمور متفتحة لنا، وش نريد نسوي؟ نسوي الأمور بها طريقة. في زمن الغيبة واضح جدا، نتحدثوا عن الفتن والزلزلة والتمحيص والغربلة، ما تحدثوا عن أجواء عادية، تحدثوا عن أجواء قاسية للغاية، حتى بعضها قد وصف بأنه كالليل الهندس المظلم جدا، ظلمات تطبق على بعضها على البعض.
والفتنة الصيلن في بعض الروايات، أشكال من هذه الأمور اللي وصفت الظرف بأنه ظرف صعب وقاس للغاية. هذا الظرف أرجع وأقول، هل هو قدر حتمي علينا أم يمكن لنا أن نقف بإزائه، أن نقف ونمنعه في هذا المجال؟ يمكن للبعض أن يقول هذا ليش تربطه بالإمام؟ هذا كل إنسان العرف هو عامل على أساس أنه تقدر تدفع الضرر ادفع الضرر، ليش تربطوه بالإمام صلوات الله وسلامه عليه؟ احنا هم نرجع ونقول انه اذا هؤلاء هم من المتعلقين بالامام صلوات الله وسلامه عليه، وين المشكله؟ ان اربط القضيه بالامام، الدفاع عنهم، حمايتهم، ارهاب عدوهم، تخذيل عدوهم، وين المشكله اذا ما ربطت هذه القضيه بالامام؟ روحي وارواح العالمين له الفداء، طالما ان التوجيه الالهي كما يعبر عن الرسول صلى الله عليه وآله حينما يقول لأبي ذر: يا أبا ذر لو استطعت أن يكون أكلك وشربك لله فافعل. يمكن لكل الأفعال أن تدخل عليها نية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى تتحول إلى عبادة، حتى الأكل والشرب، حتى النوم إذا تنوي بعنوان لتجديد قواك قربة إلى الله تعالى هم يتحول إلى عبادة. كل هذه الأمور باعتبار العبادة هي مرتبطة بنوايا الإنسان مو بشكل هذه العبادة. فإحنا طبعا خلال هذه الفترة أثير، وللأسف الشديد أثير من قصة أنه إحنا في زمن الغيبة شلون نتعامل؟ هذول اللي يحكون عن التمهيد، عندهم أصيل ما عندهم أصيل، لهم حق ما لهم حق، وين يريدون يوصلون، أشكال وأرناق من هذه الأحاديث موجودة في هذا الصدد. وحقيقة أعجب إلى هذا الأمر باعتبار أن القضايا من البديهيات مو من القضايا المتعسرة. هالسهب أنه ما ذكرت كلمة التمهيد في الروايات، ليش وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة؟ وين ترصدها؟ بيا ساحة اللي أنت تخليها، بيا اتجاه تخليها. إحنا هذا فقهنا وأصولنا وعلوم الكلام كلها مصطلحات لا توجد في الروايات، لكن المشكلة مو بالمصطلح، المصطلح الإنسان يسمي أي شيء بأي اسم، العبرة في المفهوم ودلالة المفهوم موجودة في الروايات لو ما موجودة في الروايات. فواضح جدا أنها هذه المفاهيم جدا واضحة في روايات أهل البيت صلوات الله عليهم كمفاهيم، حسنا ما طرحت باسم التمهيد، يمكن أن تنطرح بأسماء كثيرة أو بتوصيات أو ما إلى ذلك. لكن مهما يكون الجدل لا زال، ولا زال المتشيعين لحد الآن لم يحسموا قصة الدور الذي يجب أن يلعب في قضية في زمن الغيبة. ما هو الدور الذي يجب؟ هنا الكلام، هل أن غيبة الإمام صلوات الله وسلامه عليه وحضوره لها علاقة بتحقيق المشروع أو ليس لها علاقة بتحقيق المشروع، مشروع الانتظار؟ إذا كان إلى علاقة فتعالوا بسم الله قلونا المشروع هذا رعي وأبلغ من قبل رسول الله بحضوره المبارك. لماذا لم يتحقق؟ أمير المؤمنين كان حاضرا بأبي وأمي واستمر بعد ذلك مدة كبيرة أكثر من 30 سنة، الأمير موجود بعد رسول الله صلى الله عليه وآله أو ما يقرب من ذلك. ليش ما تحقق المشروع؟ ليش ما تحقق في زمن الإمام الحسن؟ ليش ما تحقق في زمن الإمام الحسين؟ ليش إلى الإمام الثاني عشر؟ ليش ما تحقق؟ الأئمة كانوا موجودين. القصة ما تتوقف على الحضور، أن الإمام حاضر لو مو حاضر، بحيث الآن إحنا من نقول انتظار الفرج عن الفرج يصير لما يجي الإمام. هذا المنطق من وين نجيبه؟ والأئمة كانوا موجودين ما تحقق الفرج، يجب أن نروح نفتش عن العلة. الإمام أمير المؤمنين هل قد حاول؟ هل قد راد؟ هل قد عالج الإمام الحسن؟ الإمام الحسين
أكثر من أن يقدم نفسه بأبي وأمي وعائلته وكل ما يتعلق به. قدم بماذا؟ أريد طلب الإصلاح لأمة جدي. شنو الإصلاح في أمة جدي؟ نفس المشروع. الخلل ابتدأ من تخلي الأمة عن مشروع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. منك من يريد يصلح يريد يرجع نفس المشروع. وما عندهم يعني ليكن في بالك أن أئمة الهدى لديهم مشروعا غير المشروع الإلهي المنصوص عليه في الغدير. والغدير ليست قصة من كنت مولاه، مو هذه القصة. وأمير المؤمنين كان في زمن، الآن أنا أعتقد بولاية أمير المؤمنين، هل حققت المشروع؟ ما حققت المشروع. الغدير مشروع كبير متكامل مبني على أساس رباعية. الأولى: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم. ما يئسوا يجب علي أن أعمل من أجل إيصالهم إلى اليأس، من دون ذلك ما راح يعني يتحقق المشروع، ما راح يفسحوا لي المجال في أن أحقق المشروع. أكملت لكم دينكم. هنا إكمال الدين لو قدر أنه إكمال التشريع، والرسول كان مبلغ التشريع كله، شنو قال له؟ فما بلغت رسالته. إذا هذا ما يتبلغ أنت ما سويت شيء، مع أنه بيني ما بين الله وهذه الأمة تشهد بأنه بلغ العقائد وبلغ التشريعات وقرأ عليهم القرآن وعلمهم وزكاهم وما إلى ذلك. لكن نقطة الخلل وين؟ بالرسول خلا، بما علمهم هم لا، بالأمة التي تخلفت عن الوصول إلى بغية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. آية 2: أتممت عليكم نعمتي. الله أنعم عليهم، لكن هل قبلوا هذه النعمة؟ عندنا شواهد كثيرة أن الله سبحانه وتعالى أنعم على بني إسرائيل، لكن بني إسرائيل كفروا بأنعم الله. لو ما كفروا بأنعم الله، وكفروا بأنعم الله. إتمام النعمة من جهة الله هي متحققة سلفا. النعمة بنفسها أيضا لها قابلية أن يأخذها الناس، لكن إذا ما كان الناس قد تخلفوا في قابلياتهم عن تحمل النعمة الإلهية، ما الذي سيحصل؟ لن تحمل هذه النعمة، وبالنتيجة لن يفسح المجال لتحققها. ثم آخر شيء: ورضيت لكم الإسلام دينا. أن الناس تطوع للتسليم لله جل وعلا، مو هذا الفهم أنه ما دام عندكم أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله خلصوا هذا الدين، هذا مو دين. هذا الإعلان عن الانتماء إلى الدين. بعد ذلك قل لم تؤمنوا، قالوا إحنا مؤمنين لو ما قالوا. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. ولما يدخل الإسلام بهذه الآية يحصن الدماء، يحصن الأعراض، يحصن الأموال. هذا منتهين من عنده، بمجرد ما يعلن الإنسان هاتين الشهادتين المباركتين يحصن. لكن كلمة الرضاء الإلهي عن الإسلام هو التسليم لله جل وعلا بصورته التامة. فلو قدر أن هذه الرباعية لم نتمكن من الوصول إليها، عندئذ إذا خرج الإمام إحنا ما متمكنين ولا عندنا قابلية ولا هم يحزنون، شنو اللي راح يصير؟ شنو فرق عن أمير المؤمنين في أن يقتل في محراب عبادته بأبي وأمه؟ ليش إلى صيانة من القتل مثلا وما إلى صيانة من القتل؟ مثل ما قتل الرسول بأبي وأمي، قتل أمير المؤمنين، قتل آباء وأجداده، أيضا هو يمكن أن يسري عليه القتل. نعم هو يحترز من القتل من أجل أن لا يقع العذاب على هذه الأمة. وما كنا لنعذبهم وأنت فيهم. يجب أن يبقى أثر من الرسول الأعظم، وإلا لولا الحجة لساخت الأرض بأهلها. هذا النمط من التفكير إذا ما رجعنا فكرنا حتى يتحقق المشروع الإلهي، حتى يتحقق الفرج، هل هو منوط بالإمام لوحده أم منوط بالإمام وبالأمة؟ إذا كانت الغيبة سببها عدم أهلية الأمة،
إذن الفرج لن يتحقق ما لم تتحقق أهلية الأمة هذه. بناء عليه شوف في زمن الغيبة الأئمة وحدثونا عن الفتن والغربلة والتمحيص وحذرونا تحذير شديد جدا، يعني هاي كلمة حتى يسقط من كان يشق الشعر بشعرتين مزلزلة ومرعبة جدا، يعني وين ما يوصل إيمانك أنت مهدد بأن تسقط، إيش قد يراد لك أن ترفع مستواك وإيش قد يراد لك أن تعضد من نوعيتك في نصرة أهل البيت أو في الثبات على دينهم. عظيم. في هذا المجال السؤال هنا يأتينا بهذه الطريقة، أئمتنا من قالوا هذه ظلمات وإمامكم ما موجود وراح تبقون كالشياه بلا راعي، إلهم مسؤولية علينا لو ما إلهم مسؤولية علينا؟ إمام الزمان إله مسؤولية علينا لو لا؟ قطعا إله مسؤولية. لذلك هنا لو التفت بشكل دقيق إلى قصة علامات الظهور واللي راح أوجهها بتوجيه قد يكون ما سامعين تمام يعني أو ما ملتفتين إلى هذه العلامات، لو دققنا بها هي خطاب لخاصة المؤمنين مو خطاب لعامة المؤمنين. خطاب عامة المؤمنين الأئمة خاطبوا الناس وضعوا لهم آليات تمشي، هاي الآليات توجد الكم المطلوب من الشيعة في أن يتكاثروا ويحيون أمرهم بالنتيجة يتكاثر ويتحقق عندهم تغييرات متعددة. لكن من الذي يحمل أو عفوا يحول الأرقام الكمية إلى فعل نوعي؟ تدري الآن أنت من تريد تتعامل ويا بنك تخلي لك $1000 ثم 2000 ثم 3 ثم 10 ثم 15، إيش قد ما تضيف هذه كلها أرقام كمية أوراق فوق أوراق، إيش وقت يربو هذا النقد؟ يربو حينما تحوله من رقم كمي إلى عمل تجاري إلى عمل نوعي يختلف عن عملية الأولى، عملية التقديس والتكثير. من يتحول إلى عمل تجاري راح تنمو عندك الأرقام أكثر من السابق حتى توصل إلى مستوى تقول خليني أسوي ثاني وثالث ورابع وما إلى ذلك. إحنا لو كثرنا أعداد المؤمنين حتى ماذا؟ ما الذي سيحصل؟ هل سيرتاح العدو ويقول أنا ما إلي شغل بهم؟ هل ستنتهي العداوة بيننا وبين الظلمة والجائرين؟ أم على الإنسان أن يفكر بالآليات والبدائل؟ جت هنا علامات الظهور حتى تخاطب النخبة، نخبة الناس بأن عمليات تغيير المستقبل أمامها هذه الأحداث. تغيير المستقبل، ليش يريد يغير المستقبل؟ ليش حذرنا من السفياني؟ ليش حذرنا من الشيصباني؟ ليش حذرنا من الموضوع الفلاني؟ ليش نبهنا إلى الحدث الفلاني؟ ليش قال إهنا نكونوا أحلاس بيوتكم؟ ليش قال إهنا ولو تحرك متحركنا فاسعوا إليه ولو حبوا؟ هذه الأمور الآن علينا أن نرجع نفكر بها من جديد قبل نقرأ علامات الظهور قصة، أما اليوم علينا أن ننظر إليها بعنوانها الآلية التي وضعت لخطاب النخبة في كيفية تغيير المجتمع. كل القصة مرتبطة بعملية التغيير. ليش يريد يغير المجتمع؟ لأنه الإمام لوحده ما يقدر يقاتل العالم. أرجع وأنبه إلى أنه مشروع الإمام لتغيير كل العالم، والنظرة الساذجة ما تحقق شيء للإمام، التعامل الساذج مع الأحداث ما يحقق شيء. مطالب من عندك أن تتحول إلى قصة قيادة تقود الناس إلى ما فيه تعزيز لقدراتهم، تعزيز لحواضرهم، تعزيز لمنعتهم، تعزيز لاقتدارهم وما إلى من دون ذلك. شنو اللي راح يصير فارق؟ طب صفين طلعوا عشرات الآلاف ويا أمير المؤمنين جابوا نتيجة؟ مو بالأخير قال لا رأي لمن لا يطاع لو غير اللي تحدث بهذه الطريقة؟ بينما لو كان عنده نخبة واعية تتحمل المسؤولية بشكل كامل، انظر إلى هذه المهزلة اللي موجودة. أمير المؤمنين يقول لهم لا تقدمون أبو موسى الأشعري،
وعندش كم واحد باقين؟ عبد الله ابن عباس، مالك، ما إلى ذلك، كم واحد اللي باقين؟ أما البقية كلها الصيح، خليه دزلنا أبو موسى، غير أبو موسى، نريد نخلص، نريد نفتك. افتكوا، خلصوا، لانتهت القضية بأن يقتل أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، ويفقدون بعد ذلك التاريخ كله. كل هذه السنين احنا جايين من ذيك المهزلة، مهزلة اسمها نخبة واعية، ما كانت إلا عدد قليل جدا، والبقية يتحركون في الغالب كما يتحرك القطيع، يقولوا له منا هو مش منا، منا منا، من دون أن يكون إلى قرار. قصة العلامات هي قصة دعوة النخبة إلى التفكير بالمستقبل. ما عندك مجال من تشوف العلامات قدامك إلا تشوف المستقبل قدامك. جاي يخلي لوحة المستقبل أمام عينك، ليش يخليها أمام عينك؟ يعني يريد يكلمنا عن قصة معينة حتى عود نتلهى بها، أو أن الإمام يعرف بالمستقبل؟ هي هاي حدود القضية؟ لو هم يهدون بأمرنا، وكلمة يهدون بأمرنا تجعلهم من الواجب عليهم أن يضعوا لنا من الآليات ما من شأنه أن يغير حالنا من الحال الذي لم يمكن الإمام قبل غيبته من أن يحقق المشروع، إلى الحال الذي يمكن الإمام من أن يعتمد على أمة تستطيع أن تحقق المشروع وتتحمل هذا المشروع. عودا على بدء، ليش هنا نوضع النصر الإلهي على طريق الاستضعاف؟ ليش الأمة تحدثوا عن فتن وغربلة وتمحيص وما إلى ذلك؟ ليش ما تحدثوا عن سلام وهدوء؟ لأن طريق الاستضعاف يبني الأمم، يبني الرجال، يفتح البصيرة، يكسبهم اقتدارا. أنت الآن قدامك عدو، وهذا العدو مستشرس وجاي هذيك، شو تسوي؟ طريقة الطبيعية هو أن تحصن نفسك. بيا طريقة تحصن نفسك؟ تقوي نفسك، تعزز القدرة مع نفسك، بالنتيجة العدو ما يكف عنك إلا لما يشوف عندك شنو؟ قوة واقتدار. انظروا إلى هذه الرواية، رواية المشرقين حينما يطلبون الحق ولا يعطونه، إيش معنى يصلون إلى أنهم يطلبون الحق فيعطونه فلا يقبلون به؟ شلون وصلوا إلى هذه الدرجة؟ لأن المحن الأولى علمتهم أن يبنون عزة ويبنون اقتدار إلهم، ويوفرون الشرائط اللي مطلوبة في إيقاف العدو. هم ما اكتفوا بهذا الأمر، وإنما تغلبوا على العدو. يعطيهم فلا يقبلون به، يضعون سيوفهم على عواتقهم، بعد ذلك يحققون خطوة أساسية من خطوات تعجيل فرج الإمام صلوات الله وسلامه عليه. أنا قبل مدة اطرحت مسألة، قبل ما طارحها كثيرا بالمدة الأخيرة اطرحت، اللي هي مسرعات الفرج. احنا في قبال العلامات وفي قبال ما تم التحدث عنه في المستقبل، هل لنا إرادة في هذا الأمر او ما لنا إرادة في هذا الأمر؟ نستسلم إلى الذي يأتي، ام علينا ان نعمل على ما من شأنه ان يخفف علينا وطأة الأحداث، او ان نتجاوز هذه الأحداث برمتها؟ شنو رأيكم؟ ليش ذكرنا الإمام سفياني وذكر أبقع وأصحب ومرواني وما إلى، ليش ذكرهم؟ يريد يخوفنا يعني نخلي بعبع قدامنا حتى شي يصير؟ حتى تروح تستعد، حتى تحذر. الاستعداد والحذر ماذا؟ أنت الآن في جبهة قتال وعندك ساتر، إذا تخلي الساتر غير محمي تقول العدو راح يجي راح يضربني بالساتر، بينما شو تسوي؟ تعمل على تحصين الساتر لو ما تعمل على تحصين الساتر؟ وتعمل على تحصين. ليش تعمل على تحصين الساتر؟ لأنه تريد تقهر العدو. إذا قيل إن للإمام أكو أعداء في زمن الغيبة، واجبنا شنو؟ نعم، شو نسوي؟ نتفرج؟ أم أن نبدي للإمام ما من شأنه عزة وقدرة وتمكنا، بحيث الإمام بأبي وأمه حينما ينظر إلى الواقع يجد أن هؤلاء قد أعدوا وقد استعدوا؟
عندئذ واجب عليه أن يخرج. إحنا نتحدث يعني كثير من علمائنا حينما يسألون أنه الفرج شو وقت يصير يقولون بإذن الله الفرج ما معلوم. نعم هو ما معلوم لكن مبني على أساس عبثي واعتباطي، له على أساس وجود قانون ووجود سنة ربانية في هذا المجال. هذه السنة من نريد نجي نقيسها ويا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نقيسها ويا الأئمة، نجد نفس الكلام. أما أكو تنصر يخرج الرسول حاملا سيفا، ما تنصر يؤمر بماذا؟ يؤمر بالصبر. ليش؟ حينما قيل أذن للذين يقاتلون في أول يوم إسلامهم قيل لهم ذلك، لو تحملوا معاناة وضغط وما إلى، لكن تكاثر عددهم، رأى الرسول أن بهذا العدد يستطيع أن يقاتل، صار عندهم مكان، صارت عندهم منعة، عشائر اجت التحقت بهم، أصبح الأمر لديه في رؤيته لتقييم المعركة، تقييم وضع العدو، تقييم وضع المؤمنين، أنه قادر على كسر قواعد الاشتباك اللي كانت موجودة واللي كانت سلبية، يضربون، يعذبون، يهجرون، يقتلون، كل شيء ما يسوون، صبروا. لكن هذا يستمر إلى كل الأزمان. من إجا فلان ابن فلانة وقال للرسول في قصة بدر يريد أن يبعده، يريد أن يقلل الحماس اللي موجود، هذه قريش ما أنا وين نقدر لها، أنها قريش ما ذلت منذ أن عزت، وين ما أخذنا أنت، ما قبل دار وجهه، انتظر يجي المقداد بن الأسود وأبو الهيثم بن التيهان رحمة الله عليهما يقول له يا رسول الله اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. من صارت الأمة مقاتلة أكو عدد خرج بهم إلى القتال، وجاء قوله تعالى وما رميت إذ رميت، قسم من هاي الكلمة من أجل تبكيت هؤلاء الذين قالوا بأنه لا تخرج بنا، ما نقدر نتحمله. الآن نفس المقولة، الآن هذه أمريكا، هذه إسرائيل، هذه كذا، هذه كذا، لا تورطونا وياه. لكن مع كل ذلك ما نريد نتورط، لكن واجبك أن تبني قدرة، توجد استعداد، توجد المفاهيم التي تجعل الناس تصبر. لو مو واجبك تخليهم هكذا أكل بين أيدي السباع، لو عليك أن تحصنهم فكريا عمليا وبكل المستوى. فإذا كنت قادر شنو اللي راح يصير؟ يعني الآن إحنا واحدة من التزاماتنا الفقهية لا يجوز تمكين الكافر في أرض المسلمين، هذه بها طريقة تم. تقول له يا أبا من رخصتك ترى احنا ما نقبل، اطلع برا، راح يستجيبون لك. مثلا هذه غزة، الآن احنا جاي ندخل في الشهر الخامس وتشوفون القتلى والذبح والضحايا يوميا تجري، بحيث للأسف الشديد أصبحت القصة قصة أرقام يومية يذكروها، قتلوا 50، قتلوا 100، قتلوا 150، وتمر هاي الأرقام ولا كأنه العدد جاي يوصل إلى 30,000 شهيد، وجاي تمشي الأمور باتجاه مطاحن أخرى. هذا العدو من يتعامل وياك بهذه الطريقة، أنت شو تخليه؟ ولو لا عليك أن تروح تعد نفسك وتستعد لمواجهة هذه الاستحقاقات. لذلك هذه النظرة الساذجة إلى العلامات وإلى الغيبة بأنه ما عندنا تكليف إحنا، وأن هذه العلامات وش ما أدري نتصير ما تصير ما ندري بها، هذا كله مبني على سذاجة في التعامل مع قضية كبرى هي قضية تحويل العالم من الظلم والجور إلى القسط والعدل. وهذه القضية إذا تؤخذ بشروطها الموضوعية حقيقة يعني الإنسان من ينظر إلى الواقع يصاب يعني يصاب بألم شديد جدا. وين قصة الإمام؟ وين طبيعة النظرة إلى الإمام صلوات الله وسلامه عليه؟ هنا أنا من تقول لي ليش هذا الفارق بين القضية الحسينية وبين القضية المهدوية؟ السبب لأنه لم يتفق
أهل الرأي في هذا المجال على تفسير الأمور بناء على منهجية تتعامل مع الأئمة بعنوانهم قادة الأمم. إحنا نحكيها هاي قضية أنهم قادة للأمم، نتكلم بها ونصف الأئمة ونذكرهم بالروايات بالأدعية والزيارات بأنهم قادة الأمم، لكن التعامل مع مشروعهم مع مفاهيمهم ما يجري، ما جاي يجري بعنوان أن الذي يتكلم هو قائد يريد يغير هذه الأمم. قائد للأمم يعني شنو؟ قائد للأمم من دون أن يغيرها شنو اللي راح يسوي؟ وأرجع وأنبه يا أخوان، الفرج لا يتحقق بمجرد ظهور الإمام. الإمام كان ظاهرا، لماذا لم يحقق الفرج؟ لماذا لم يسر إليه؟ السر يعود إلى كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى تجد أعوانا. هسه الآن أنا أريد أتحدث عن التمهيد، وذاك أريد أتحدث عن التهيئة، وذاك الثالث يتحدث عن التمكين، وما كل هذه الأمور إذا كانت تؤدي إلى أن تتأهل الأمة للالتزام بأمر الإمام صلوات الله وسلامه عليه، يجب علينا أن نفعل هذه الأمة. هسألها هذا الاسم ولا ذاك الاسم، لا مشاحة في المصطلحات، لكن أريد أنبه الآن، لو لم يكن هناك شعور بالعزة وبالتدين وبحالة الغير على المذهب، هل يمكن تلبية فتيا المرجعية العليا اللي صادف هذه الأيام أيام ذكرها الشريفة؟ هل يمكن إن أن نلمس هذه الاستجابة بهذه الطريقة؟ لو لا راح تكون عبارة عن ورقة وقلم وتوضع على الرف ويقال أنه الأمة ما قدرت، ما سوت شيء، قطعا المرجع معذور. لكن من شفنا الأمة اندفعت، علينا أن نحلل هذا الاندفاع من أجل كلهم متدينين؟ لا مو كلهم متدينين. اللي يعرف بهاي بالتفاصيل يعرف أنه اللي جو ناس دوافعهم مختلفة يعني متباينة، لكن الغرض كلهم حققوا غرض المرجعية من الفتوى، فتية كلهم نصروا الفتية. هسه هذا ليش أجب هذا الطريق، ليش ذاك أجب هذا الطريق، مو هو المهم. المهم أن الغيرة على المذهب والغيرة على المعتقد والغيرة على المرجع في قوله وفي دعم مبانيه أدت بالنتيجة إلى تحقيق انتصار قيل بأنه يحتاج إلى 30 سنة، مع مجيء مئات الطائرات وصرف مليارات الدولارات كما كانت تخطط أمريكا وهي كاذبة، يتحقق ب3 سنين وبأثمان لم تكن متوقعة أبدا. أثمان اللي دفعت في معركتنا مع داعش مهما كانت كبيرة تبقى قليلة لمواجهة معركة وحرب بهذا المستوى من الوحشية ومن الاستعداء. اليوم أخواني الأعزاء، لا شك ولا ريب أن العالم يتحرك باتجاه المزيد من حالات التغيير. العالم جاي يتغير. اليوم من اليمني يلعب بيهم، يلعب بالعالم كله بهذه الطريقة، تعرف أن المستضعف قادر، يمكن له أن يلعب لعبته بالطريقة التي يريد ويفرض شراطة في هذا. نعم يضرب في البداية، يؤذى، يستعدى، يتحول إلى محور الشر ليفعلوا ما يفعلوا. اليمني واقف على أبواب اقتصاد العالم ويمسك بأزمة وتلابيب هؤلاء، وشاءوا أم أبوا سيرضخون. إذا العالم جاي يتغير بهاي الطريقة، إذا العالم جاي ينهار في أوروبا، روسيا بدأت تتقدم، بدأت تستثمر كل الإنجازات اللي سابقة وكل حالة الوهن اللي أصيب بالجبهة الأوروبية، جاي تتقدم يوميا، أكو تقدم جديد، أكو فتح جديد بالنسبة إلى بوابات جديدة في المعركة، وين رايحين؟ هل علينا أنه نبقى صفا على بعضنا ونقول يلا خليهم يتعاركون فيما بيناتهم؟ ما نريد نروح نتعارك ويا الآخرين. بس عمي إذا إحنا نمنا مو معناها العدو ما يريدك. أنت نبهت
من قبل أئمة الهدى، ترى إلى اللحظة الأخيرة أكو عدو يريد أن يفترسك. قصة السفياني شنو اللي تصوره؟ مو وضعه كآخر فتنة نصاب بها لو غيرها، آخر خطر نواجهه لو لا، قبل الظهور وماكو سفياني؟ يقول لي لا أصبر، بعد الظهور بعيد، خليج السفياني كون تمر بهذه عملية، أنا أسميها عملية جراحية قيصرية لا بد منها. ليش؟ حتى تكون مستويات الاستعداد عندنا، مستوى بصيرتنا وصل إلى الدرجة التي لا يمكن لنا أن نتراجع. بعد مو مثل أمير المؤمنين اتقدموا خلينا الآن الشتاء ودنيا باردة وما نتقدم، بالصيف دنيا حارة وما نقدر، خلينا بالربيع ويجي الربيع، ها هذا مرت جابت وذاك مرت حبلت وهذا ابنه مدري ايش صار بيه وهذا الزرع مالته وأشكاله أرناق، وتروح المعارك الأساسية وتنتهي القضايا. بينما قصة الإمام إذا جاءت تأتي مرة واحدة ولا تراجع من بعد ذلك. اللي ما يعجبه، اللي ما أوجد لنفسه مكنة وقدرة، اللي ما أوجد في نفسه قابلية، بذاك الوقت شنو اللي راح يصير؟ يطرد. وأنا أهمس في آذان الكثيرين اللي يدعون إلى أنه ماكو داعي لكل هاي الأعمال اللي أنتوا جاي تسووها. ليش؟ لما أفتى المرجع الأعلى أدام الله ظله الشريف، الكثير من المتدينين لبوا ولا ما لبوا؟ خلونا نحكي بصراحة، كثير من النخبة المتدينة لبت أو لم تلبي؟ كثير منهم ما لبوا، ولسانهم ذرب جدا لما يريدون يتحدثون عن العمل بالتكليف وأن يكون خوش أوادم وما إلى ذلك. لكن هذا المرجع قد أفتى، وغالبية من تحركوا في هذا الاتجاه هم الناس اللي قبل اقتحموا هذه الساحات، وجوزهم كانوا ينعتوهم بأشد النعوت، ذولا مرطينة، ذولا يقاتلون في كل قضية، يهوسون في كل قضية، وإلى من أيام صدام إحنا نسمع هذه الأحاديث. لكن بالنتيجة من الذي لبى في ساعة العسرة؟ من الذي وقف؟ علينا أن نكون صريحين في هذه القضية، علينا أن نتأمل في واقعنا لإيجاد حلول جدية. وهذه الحلول إذا نعتقد بأنها ترتبط حتما ولزما بالإمام، الإمام من يريد يجي لا يطرد، يستبدل بكم غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، لا يطرد. والمطرود من الإمام مطرود من رحمة الله جل وعلا، محروم من نعمة الله جل وعلا، أو أنه يستقبل. اللي يستقبل من يستقبل؟ يستقبل كل من هب ودب. وأنا أزعم بناء على مشاهداتي، بناء على معايشتي لتفاصيل أيام الفتية المباركة، أجوا الناس والله ما واحد ما ينظر بوجهه، ما عليهم سماء التدين، ما عليهم سماء، لكن غيرتهم كانت عبارة عن نار. منطلقين كنا بعضهم نتعارك وياهم، ارجع يعني عمرك ما يسمح يجي قشمر علينا ويجيب وثيقة مزورة من أجل أن يريد يروح للجبهة، يريد أن يشتري وثيقة مزورة، يريد يتقدم بها بوظيفة، يريد يتقدم بها برزق، تنفهم. أما وثيقة مزورة حتى يذهب للجهاد، تدرون في ذيك الأيام ماكو رواتب وماكو امتيازات، بل أكل ما موجود. يعني الأيام الأولى الله يعلم شنو كان الجوع اللي موجود في جبهات القتال في تلك الفترة، لكن مع كل ذلك يزور من أجل أن يلبي. هسه شو تريد تسمي عملية التزوير؟ سميها، لكن انظر إلى هذا القلب اللي يندفع إلى الموت من أجل أن لا يكسر كلمة المرجع، مع أنه للأسف الشديد هم من اللي كانوا يتحدثون بأحاديث عظيمة جدا في هذا المجال، ولا وصلوا إلى الجبهة ولا شافوا قتال ولا سمعوا طلقة ولا شو نخلق، مو مسؤوليتنا. خاصة هم السيد الله يديهم ظله ريحهم، قال جهاد كفائي الأمة بها خير. وهذا الجهاد الكفائي باشرهم لحقت في قضية الإمام. لا تصور الإمام صلوات الله وسلامه عليه راح يريد كل أبناء الأمة، يريد نخبة الأمة،
تقبلون ما تقبلون النخبة هي اللي راح تصير، هي اللي راح تصير أصحاب المكنة وأصحاب القدرة في جيش الإمام صلوات الله وسلامه عليه. نعم هسه احنا منهم ذولا ما عندنا تشخيص شنو اللي ذولا قلوبها ما نقدر نكشفها، لكن القدر المتيقن أمة لا تستعد لتحمل المكاره استعدادا موضوعيا، مو استعداد الكلام والقول. اللي طلعوا ويا الإمام الحسين من مكة شقد كانوا؟ بالآلاف لو مو بالآلاف. أول ما شافوا راية الحر ابن يزيد الجعفي اجتي تريد أن تجعجع به أو تمنع الإمام الحسين، بدأت ردونا نشاقه وياكم. بالأخير وين صفت؟ أحد. من ذيك الآلاف إلى الأحد، نفس القصة شفناها ويا مسلم ابن عقيل، نفس القصة شفناها ويا الإمام الحسن عليه السلام. وأنا شنو اللي يمنع أنه تتكرر هاي القضايا مع الإمام صلوات الله وسلامه عليه؟ لكنها لن تتكرر بسبب ماذا؟ لأن الأمة أصبحت مستعدة. سيدة زينب مجرد التهديد تروح، الشباب لا يعرفون سوريا ولا يعرفون ذيك المنطقة، لكن مبدأ لن تسبى زينب مرتين قصة. مبدأ من نتحدث أنه يا ريت لو ذاك الوقت كان أكو حشد، لو كان أكو مقاومة كربلاء، وين تصير؟ ليش؟ لأنه حسينا بآثار التمكن. من بدينا نتمكن بعد العدو إسرائيل شنو يعني تفرق عن يزيد ابن معاوية، لكن الآن إسرائيل ترتجف، يومية عندها مشكلة، يومية عندها قصة، يومية عندها طلابة، ويومية تواسيل بطريقة أو بأخرى. قنعون ذولا حزب الله قاعدين بالشمال ما جاي يخلونا نتنفس. مين إجت هذا؟ نتيجة استعدادات موضوعية. استعدادات الحكي سهلة لكنها لا تنبئ عن أي قضية. أما اللي يستعد موضوعياً بالضبط، مثل واحد شال فلوسه قال أنا أرد أروح للسوق أصير تاجر، وخير إن شاء الله. إذا ما عنده مخطط، ما عنده علاقات، ما مرتب وضعه، ما إلى ذلك، الفلوس يتلفن لو ما يتلفن، يصير تاجر لو ما يصير تاجر، يصير مضحك. إحنا الآن من نوقف قدام الإسرائيلي ونقول له إحنا جاهزين لأي معركة وراح نخليك تندم على هاي القضية. مو ليش احنا نقول الان هم في تقييماتهم انتبهوا، ترى اذا حركتوا جبهة شمال فلسطين ترى راح تنفتح عليكم ابواب جهنم. هذا التقييم تقييم موضوعي، هذا تقييم العدو مو تقييمنا احنا. بس يجوز انا فلان ما يعجبني، فلان ما يصرف لي، لكن عدوك شنو؟ عدوك جاي يقول مرعوبين. امريكا من تنظر بعينك عينك ويجي اللي يضربها يقول أنا ضربتهم. وين أصبحت اقتدارنا؟ قبل الناس ترجف بمجرد ذكر أمريكا. أما اليوم مقاومة تطلع وتقول أنا ضربت، ويطلع الحوثي ويقول أنا ضربت، ويطلع الإيراني ويقول أنا ضربت، ويطلع اللبناني ويقول أنا ضربت. أنت وين صرت؟ وبيا طريقة صرت؟ وفي أي مستوى أنت الآن جاي تفكر؟ وبيا طريقة وين رايح؟ هاي مآل الأمور لوين وين صايرة؟ شنو السر هنا؟ لما نشوف أن أهل المشرق، عودة إلى الرواية اللي سبق إلي أن ذكرتها، يطلبون الحاق بعدهم ضعفاء، ما انطوهم. طلبوا الحاق هم بعدهم ضعفاء، ما انطوهم. رجعوا قووا أنفسهم، طلبوا الحق، عمي تعالوا أخذوا، بسم الله يا الله، إحنا أخوة، إحنا أحباب إلى آخره، لا مريد. حملوا سيوفهم، المغزى هنا. نتيجة هذا العمل شنو صار؟ بلى بيها قتلاهم شهداء، لكن بيها لو كنت في ذلك الزمن لاستبقيت نفسي إلى الإمام. يعني مسرعات الفرج، معجلات الفرج تحققت بعمل هؤلاء. الفرج ما مكتوب علينا نص قهري ما يجي إلا بالسنة الفلانية، أو الإمام يقول أذن لهذا الأمر أن يكون في سنة 70، أنتم ما كنتم مستعدين، ثم أجل إلى سنة 150 أيضا أنتم ما كنتم مستعدين. نفس الأمر الآن لو أجل إلى سنة على سبيل المثال 3000،
توصل 3000 ما مستعدين، يتأجل لما يتأجل شنو الفرق؟ ذيك تأجلت هذا هم يتأجل. لكن لو قدر أن أهل الكوفة نصروا مسلم ابن عقيل يؤجل هذا الأمر عن 70، لو يقدم عن 70 ويقدم عن 70. اليوم إحنا أمام مسرعات فرج سببها نخبة من المؤمنين، نخبة من المؤمنين سمعت خطاب الأئمة ومنهجية الأئمة فعملت، استطاعت أن تحول الكم المؤمن إلى كيف، تحولهم إلى مقاتلين، إلى ناس أبات، إلى أصحاب كريهة إذا صح التعبير، وأصحاب ميدان. تريدون تقتلونا إحنا موجودين، يلا بسم الله تعالوا خلينا نشوف الدنيا شلون شكل. هذا المنطق الآن مين يتحقق هذا؟ إذا رجعنا إلى فلسفة الفرج، كيفية الفرج، نشوف أئمتنا خلونا نمج. وعودا على ما أشرت إلى، انظروا إلى العلامات بطريقة مختلفة الآن. حللنا العلامات، تحدثنا عن قصصها كلها، آن إن الأوان أن نفهم من هذه العلامات خطاب للنخبة الواعية من الأمة. المستقبل هذا قدامكم، روحوا خططوا. تارة يحذرك، تارة ينذرك، تارة يبشرك، تارة يحرضك، تارة يحفزك. هذا خطاب العلامات معناها شنو؟ معناها خطاب للنخبة في عملية التغيير الاجتماعي المطلوبة حتى نصل إلى درجة ماذا؟ إيجاد الأعوان، ونصل إلى حقيقة ومفاد ادعائنا بأن نصرتنا لكم معدة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المنتصرين لابن فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليه وعليها، ومن الثائرين لحقه الآخذين بثأره الطالبين لوتره والموفقين للاستشهاد بين يديه. والحمد لله أولا وآخرا، وصلاته وسلامه على رسوله وآله أبداً.